السلامة، عشنا حوالكم شاد كل الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة. اليوم عباسات من تحضيرات رمضان هي بيغ دو كاكاوات اللي حب يعمل تختيني في السهور وإلا متاع تحريشة هكا في وسط الليل. حاجة حلوة، حاجة نظيفة واقتصادية، أرخص برشا من اللي تشريوها ونظيفة في الدار، دونك سهلة تنسحقوا غبو. عندي زوز مغارف تاع قهوة، القهوة الكبار سكر، وتنجم تعوض السكر بالعسل. انا العسل متاعي منكه بالكريم، دونك شذايا لي الكوم تاع البيغ دو كاكاوات. وعندي زيت زيتونه، وتنجم تعوض زيت زيتونه بزيت القطانيه ولا زيت نتاع عبد الشمس. دونك وعندي 350 غرام كاكاويه، دونك هذه من زيت لي سخونه دافيه. طيبت الكاكاويه في الكوشه ونظفتها، خليتها بردت ونظفتها، طوى سخنتها على في الطاجين في الطبق هذيا على النار، ما وقعتش نعاود في الكوشه مره اخرى. مش نحطها سميو، بسم الله، ونحطوها في وسط لاباريل تاعنا. مش نحط كيما تشوفوا هذايا ولا سايب، ومزالي شويه الفوقاني يابس. تعمش نحط السكر، كان ولا كله عسل، كان جاي عسل راني حطيت في الاخر كي يولي كله ملحي بات. دوك عم هو خاطر مش عسل عندي سكر، مش نحطها لاستوس الاخرى اللي مازالت. مش نحط في وسطها شاشة ملح، قشرة صغيرة ملح، ونزيد نحيوها. انا حسيت ناقصة شوية زيت، حتى زيت المايونيز اخف من زيت الزيتونة، دونك مش نزيد زوز مغارف اخرين باش تولي جارية اكثر. هكا نكونو كملنا الغوسات، رحيناها مليح مليح. قلت لك دي اكثرنا على بات رطبه متجانسه. الكاكاويه سايبت الزيت نتاعها لين ولات تعطت لقه هكا، الزيت يولي يعطي لقه مزيانه على الاخر، والريحه بنينه ما نحكي لكمش. دونك بعد فرغتهم في وسط حكوك يكونوا معقمين نضاف، تخليوها يبردوا شوية فوق الرخامة متاعكم، ومن بعد تخبيوها في الفريجو وتستعملوها وصحة وبالشفاء. بالنسبة للسكر ننصح كل واحد يعمل على كيما الجو متاعو، خاطر انا ديما نحط الكونتيتي متاع السكر اقل من الحلاوة اللي يحبوها العبيد. يعني ذوقوا قبل ما تحطوها في البوات متاعكم، واذا كان ناقصة زيدوها السكر. وماذا بكم كان عندكم عسل عوضوا بالعسل، حطوا العسل خير وصحة وبالشفاء. وما تنسيوش باش تعملوا لابوني، ومرحبا بكم، وتابعونا في وصفات جديدة.